هنا أكو تساؤل مهم جداً. نعم. ما الذي قدم السيد الكاظمي؟ هذا مهم جداً. ما الذي قدم الرئاسات الثلاث؟ إن كانوا أولاً حكومة السيد الكاظمي هي جاءت لمهام معينة. هي نعم. حكومة جاءت بعد مشاكل كبيرة كانت تدور بالساحة العراقية، وكان الوضع العراقي حقيقة عبارة عن صفيح حامي الوطأة جدا. ولذلك السيد الكاظمي عندما اجى بظروف استثنائية، وكان نجاح السيد الكاظمي وحكومة السيد الكاظمي تعتمد على موضوعين مهمين. اولا ان يعبر بهذه الاوضاع الى بر الامان، هذا لا. واحد، وان يهدئ الشارع انذاك. وثانيا ان تكون هناك انتخابات مبكرة، وهذه الانتخابات على ان تكون انتخابات ناجحة. هل نجحت الانتخابات اليوم؟ هل نجح السيد الكاظمي بان يكون هناك معالجات للمشاكل الموجودة بكل المؤسسات الصحية الاقتصادية الأمنية؟ كل هذه هي أسئلة. إن كانت نعم نجح السيد الكاظمي، فوالله كل القوى السياسية نعم ستكون داعمة لحكومة ولتجديد الولاية للسيد الكاظمي. وإلا ولكن اليوم السؤال، هل السيد الكاظمي نجح؟ هل الرئاسات الثلاث نجحت في معالجة هذه المشاكل كلها؟ وبالتالي نعم سيكون هنا الإجابة، وسيكون الجواب واضح.